اولا اليوم تنحتفلوا باليوم الوطني للتحسيس لسلامة الطرقية، وهاد الاطفال كذلك تندمجوا في هذا الاطار لانهم حتى مواطنين تيتعرضوا للحوادث تيخرجوا مع والديهم، هذا اول حاجه. ثانيا اللي هو اليوم فاجئنا هو عدم حضور اي عنصر من العناصر ديال شرطه المرور، لانه كان جاو عندنا هذه واحد اليومين او ثلاث ايام ومع الاداره كانوا نسقوا على يحضروا معنا اليوم. البارح في العشيه عيطوا عليه قال لك ما يمكنش نظرا لهذه الوضعيه ديال الكوفيد. اولا هذا كلام غير مبرر، تنقولها للسيد الوالي ديال العم، لانه الجمعيه الوحيده من نهار بدا الكوفيد ليومنا ما فيهاش اي حاله. ثانيا الجمعيه ملتزمه بجميع التوصيات ديال وزاره الصحه ووزاره الداخليه. عمليه التحسيس بالسلامه الطرقيه اللي هو اليوم الوطني اليوم هذه المناسبه، ولكن الوليدات هذه والبارح شافوا هنا البوليس وفسرنا لهم اش كاين اش غادي يوقع، ولكن اليوم كل حزينين الناس لانه ما شافوش علاش شنو هو اللي جا عنصر ولا عنصرين، واش هما اللي غادي يسدوا الدار البيضاء ولا. انا تنعتبر ان هاد الناس عندهم موقف على المعاقين. انا السيد اليوم الولي تنقول له تعتج عليك على الطريقه ديال العمل مع الجمعيات بحالنا حنا، كتبنا لك راسلنا جيتوا عندنا قلتوا من بدا ما بانت لكم اليوم غير السلامه حتى اليوم، والبارح ما هضرتوش عليها علاش؟ هو كتبوا لي قول لي راه حكا ما نقدروش نحضروا او نلغيو حتى هذه الحفله هذه ديال هذا النهار بحجه انه كاين مشكل ديال الكوفيد. هي المؤطرين راه تيعملوا اكثر من جهدهم، لان المؤطرين اليوم دايرين واحد المجهود كبير في اطار السلامه، في اطار كذلك هذه التوعيه بقدر الامكان، ولكن هذا الدور تيولي ديال الامن اللي هما اليوم دايرين واحد العمليه تحسيسيه لاداره الامن الوطني دايرها. اذا علاش تيتم الاقصاء ديال هذه الجمعيه كل خطر؟ علاش؟ واش ما غير من غوبين فينا ولا شنو درت؟ حنا ما قلنا لهم لا يساهموا معنا، بغينا هاد الولاد المعاقين يقربوا من رجل الامن، يوريهم رجل الامن وطبيعي هذا التعليمات ديال المدير العام، حنا ما قلناش حاجه من غير هذا الشيء. اذا على كل حال حنا الحفله ديالنا بحول الله وقوته ستتم، وغادي نفرحوا الوليدات بقدر الامكان، ولكن المسؤولين خذوا قدوه من جلاله الملك اللي عطي واحد القيمه مهمه لهذا الشريحه ديال المجتمع.